اللي قاله الحكم. وصفت لجنه اداره المسابقات الحاله تمام ان ده سلوك غير رياضي تجاه الحكم او احد مساعديه، لا يستوجب من اول السنه من المنشور من لجنه المسابقات اللي كانت موجوده كانت عامله منشور تعليمات انها 4 مباريات. خلاص؟ تمام. لجنه اداره المسابقات او لجنه المسابقات ارسلت القرار 4 مباريات و20,000. كانت انا كنت طلبت منهم تخفيض بعض الغرامات الماليه في الاول، لان جيت مثلا ان واحد يعني في 50,000 و200,000 و100,000 و100,000 مثلا على مدلك وعامل غرفه ملابس وبتاع، اكيد مرتبه او اللي بياخده ما يكونش المبالغ دي. تمام. المهم فهي بعثت الحاله على هذا الاساس. كان الناس برضه اللي بتقول الحاله ليه بسرعه؟ احنا تقريبا موجودين في الاتحاد بشكل يومي، الادارات بما فيها يوم الجمعه. يعني انا من يوم ما جيت يمكن الجمعه اللي فاتت فقط هي اللي كان الموظفين كلهم مفيش ما عدا لجنه شؤون اللاعبين، لان احنا في فتره التسجيل في حتى الجمعه الناس شغاله في كل الايام شغالين من الصبح لليل، اللجنه بالكامل موجوده واداره الاتحاد موجوده، وبص لكل الحاجات اللي بتيجي دي الادارات بتنفذها وبتبعتها. فارسلت 4 مباريات والغرامه. تاني يوم في اليوم التاني احنا كان عندنا المفترض ان احنا عندنا اجتماع يوم الاربعاء والثالث اجتماعنا، وعلى فكره احنا كنا هنأجل الاجتماع يوم الخميس وعلينا كده. كان عندنا زياره السيد وزير الشباب والرياضه الاهلاوي الكابتن عدنان درجال يوم الخميس وبعض الالتزامات، فعملنا الاجتماع الاربعاء متاخر. يعني بدانا اجتماع يمكن الساعه 6 مساء الاربعاء، وكان عندنا كثير جدا من التقارير للجان. سالنا مباشره، دايما على فكره لما بنيجي نتكلم عندنا الاسترشاد بلجنه الحكام او باداره الحكام، عندنا استرشاد كثير جدا من الادارات. فسالنا لجنه الحكام، كان متواجد الكابتن وجيه احمد، وكان متواجد سكرتير اللجنه السابق الدكتور عزت حجاج اللي هو ترك اللجنه بسبب إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية وبعض اللجان الفرعية، لكنه موجود في إدارة الاتحاد كمساعد المدير التنفيذي، فكانوا موجودين. فسألناهم سؤال مباشر، هو اللاعب لما حط إيده على الحكم بيكلمه بعد المباراة دي كانت تستوجب إنه يكتب ولا إنه كان يديله العقوبة الإدارية الانضباطية؟ الاثنين أجمعوا الأول الكابتن بحكم إن هو رئيس اللجنة، قال هو الطبيعي انه كان يديله الانذار، والانذار هو اللاعب عنده انذار اول، فده في الحاله دي كان هيتحول الامر للطرد لسبب انذاره، ودي بتستوجب في اللائحه مباراه واحده. تمام؟ تمام. الاول مدير رئيس لجنه المسابقات، وده الدكتور عزت حجاج اللي هو مساعد المدير، ده في حضور كل، على فكره الناس بيقولوا امال ازاي تم اتخاذه ان هو يعني سلوك غير او سلوك مشين؟ لا ده اداره المسابقات، اداره المسابقات مش سلوك مشين، سلوك غير رياضي. سلوك غير رياضي. وعلى فكره سلوك غير رياضي ده في القانون اللي هو الان سبورتنج بيهيفير ملعب انذار، يعني واحد دخل على زميله بعنف او دخله جامده او طب ليه تسرعتوا باتخاذ القرار 4 ماتشات؟ ما حدش اتسرع بس من غير ما نتشطر على بعض. تسرع في اتخاذ القرار، انا بقول لك اداره المسابقات بتمشي على طول طبقا للي عندها، طبقا للي عندها. اللجنه الوحيده اللي طول عمرها بتمشي جواباتها ثم تعرض المحاضر هي المسابقات فقط. تمام. المسابقات مشت من وجهه نظرها الاتحاد انها شافت حاجه مكتوبه وصفتها طبقا للي موجود. يعني